معكم دائما مستمعينا في صباح الخير عالم ميديا، وفقرتنا الثانية نستضيف فيها الأستاذة وفاء مسلك، استشارية نفسية أسرية. صباح الخير أستاذة وفاء. سلام الخيرات لأحلى مذيعة وأحلى مستمعين، مسرورة كعادتي تواصلي معكم على أثير إذاعة ميديا. مرحبا، نورتيني، شكرا جزيلا لك أستاذة وفاء. اليوم لدينا اقتراح بالنسبة للأستاذة المستمعين يتعلق ب بعض الأشخاص اللي يلعبوا دور الضحية، فيمارس البعض داخل المجتمع دور الضحية من أجل التلاعب بالآخرين، السيطرة عليهم للحصول على مزايا أو استفادة من أمر ما لصالحهم. قد يحاول شخص آخر أيضا التأثير على الآخرين أو السيطرة عليهم من خلال مواقف معينة، مثلا كالتظاهر بأنه مثلا غير مبالي ببعض ما يحدث، أو أن الأمور قد خرجت من بين يديه دون قصد. هنا أتساءل معك عن بروفايل هذا الشخص، شنو هي الأسباب اللي كتخليه أنه يلعب دور الضحية؟ شنو هي الدوافع اللي هي خفية عنا نحن ربما ما نعرفوهاش ولكن كيعرفها المتخصص؟ ضعينا في البداية في الصورة أستاذة وفاء فيما يتعلق بتعريف دور الضحية، أو هذه العقلية ديال الأشخاص اللي عندهم يلعبوا دور الضحية، من هم؟ كما قلتي أستاذة خديجة، فلعب دور الضحية هو واحد الموضوع اللي كيستحق منا واحد الانتباه وواحد التفكير، ونفهموا هذا الدور والتأثير ديالو على الأفراد وعلى المجتمعات اللي كيلعبوا دور أساسي في تطوير الوعي الشخصي والاجتماعي. إلا كنا سمعنا شي نهار واحد الإنسان اللي كيتحدث بواحد اللهجة ديال الضحية، ولا كتظهر الملامح ديال الاستسلام، ولا كيشكي من الظروف طريقة مبالغ فيها، فهنا غنكونوا واجهنا واحد الإنسان اللي كيمارس هذا دور الضحية، ونكون واقعيين بأن الحياة ماشي وردية ولا ما فيهاش مشاكل أو الأحداث الغير مرغوب فيها، ولكن كاينين جوج ديال الاختيارات للتعامل معها. إما أننا نتحمل المسؤولية ونحاول نصلحوا الأمور بوسائل شتى، أو أننا نلوم الآخرين والظروف ونختار واحد نوع ديال العجز تجاه أننا كيفاش كنتحكموا في هذه الأحداث أو لهذه القرارات، وهذا الشيء اللي كيديروه تماما الناس اللي كيتبنوا العقلية ديال الضحية. فهما كيشعروا بأن كل حاجة ضدهم، كل شيء ضدهم، كل شيء خارج على السيطرة ديالهم، كياخذوا الأمور على واحد المحمل اللي كيكون شخصي، وهذا الشيء كيعاونهم أنهم كيفيطر عليهم واحد النوع ديال الاستياء على التفكير ديالهم في بزاف ديال الأحيان. وما غنقولوا حنا ما كيستمرش الإنسان في ممارسة واحد السلوك سلبي أو إيجابي، وحتى المشاعر السلبية بحال القلق، الشك، أفكار اللي كتكون سلبية اللي كتجي يعني في الدماغ ديالنا، بحال مثلا هذه الفكرة ديال أنني أنا إنسان اللي هو كيلعب دور الضحية، إلا وأنه كيتصور بأنه بالفعل غيستفد. ما يمكنش واحد الإنسان اللي كيلعب دور الضحية كيقول لك وانا راه كداير نو، بالعكس كما قلتي أستاذة خديجة في الأول، وكنشكرك على المقدمة الجميلة، لأنه هما شنو كيديروا؟ كيستفدوا من هاد الدور الضحية. نعم. حتى ولو كانت هاد الفائدة كتكون لحظية، يعني واحد الحاجة اللي غتمر دغيا، ولا مثلا غيكون الضرر ديالها أكثر من الفائدة، وهذا الشيء اللي كينطبق على أصحاب دور الضحية اللي كيكملوا حياة ديالهم على هاد النهج ولا هاد السبيل باش يحققوا داك الشيء اللي كيبغيو على حساب الآخرين. ولا بغيت نتعمق أكثر في دور الضحية، هو عبارة عن وصف اللي كنستخدموه لواحد السلوك ديال واحد الشخص اللي كيتظاهر دائما بانه ضحيه في مواقف معينه بلا ما نلمسوا ديك الحقيقه ديال فعلا واش هو واحد الانسان اللي فريمون كيعيش هذا الدور، واش هو انت هذا الشيء اللي كيقول حقيقي او لا. يعني الانسان او الشخص اللي كيلعب دور الضحيه كيتظاهر دائما بانه واحد الانسان اللي مظلوم، متضرر. علاش؟ لانه بغى يحصل على واحد النوع ديال التعاطف او الدعم من الاخرين، على الرغم من انه ممكن يكون هذا التصرف غير صادق كما قلت، وبعض المرات كيكون اوفر، يعني كيكون مبالغ فيه، يعني كيستخدم هذا التصرف احيانا بحال واحد الوسيله للتلاعب مشاعر الاخر او التلاعب بالوضع لصالح يعني ذاك الانسان اللي كيلعب دور الضحيه. ولعب دور الضحيه كيكون مضر، والله العظيم كيكون مضر في العلاقات الشخصيه، كيكون مضر في العلاقات الاجتماعيه. يعني حتى الاخرين، حتى الناس مثلا كيشوفوا ذاك الانسان اللي كيلعب دائما دور الضحيه كيفقدوا يعني الثقه ديالهم والاحترام ديالهم، عن طريق انه دائما هذا الانسان كيمارس او كيدير هذا الدور ديال الضحيه. وهو واحد الدور اللي كيميل فيه الشخص انه كيشوف راسه ضحيه،
في المواقف اللي كتطرى لي في لونطوراج ديالو. والعقليه ديال الضحيه هي ما نكذبوش على الله، هي صراحه كتجي واحد رد فعل لبعض الصدمات اللي ما تعاملناش معهم في الوقيته اللي خصنا نتعاملوا معهم. صحيح واحد رد فعل يعني ديال الانسان كيمر بزاف ديال الامور اولا اوقات اللي كتكون صعبه من غير ما انه كيتعامل معها واحد التعامل اللي هو سليم. هذا ماشي كنقولوا انه اي واحد تعرض مثلا لواحد الصدمات في حياته تبدا هو راه كيعيش دور الضحيه. لا، كل واحد وكيفاش كيتعامل مع المواقف كما قلنا في الاول، كل واحد النظره ديالو للحياه كي دايره. يعني هذا النوع ديال هاد الناس اللي كيتعاملوا عندهم هذا الدور ديال الضحيه كتبنى عندهم الثقه في النفس والاحترام ديال الذات، كيشعروا دائما بواحد النوع ديال الفشل وما كيعرفوش كيفاش يواجهوا المشكلات اللي كتكون عندهم في علاقاتهم سواء الاجتماعيه او لا المهنيه. تمام. طيب يعني بطبيعة الحال كاين مجموعة من الأسباب اللي هي ذات صلة ربما بالتربية، ذات صلة بالشخصية أو طبيعة الشخصية. شنو هي الأسباب التي تطغى على هؤلاء الأشخاص حتى يعيشوا دور الضحية؟ كما قلت أستاذة خديجة، يعني كاينين بزاف ديال الأسباب اللي ممكن تدفع الأشخاص أنهم يلعبوا هذا دور الضحية. ومن بين يعني السبب الأول اللي كيحط راسو يعني في المقدمة هو عدم الثقة في النفس. يعني عدم الثقة في النفس ممكن تخلي الإنسان يشعر بأنه غير قادر يتعامل مع تحديات ديال الحياة، مع المواقف اللي كيف يعني مر بها الإنسان في حياته. هذا الشيء كيخليه دائما كيتجنب وكيلعب ذاك دور الضحية. كذلك كما قلت يعني تجنب المسؤولية، يعني كاين بعض الأشخاص اللي كيلعبوا دور الضحية باش يتجنب يتحمل المسؤوليه سواء ديال اخطائه او ديال قراراته. يعني كتلقاه دائما كيلوم الاخرين، انا هذا الشيء وصلت ليه مثلا ولكن راه الوقت ما عطاتنيش، شوف فلان وصل هو راه كاين عنده واحد لابال ديجا باه عاونو ولا خوه ولا كذا، انا مثلا دائما ما كاينش اللي معاوني، الوقت ما مساعداش، دائما الظروف ماشي هما هذوك. كتلقى هذا هو لونغاج ديال الانسان. نعم. اللي كيتبنى عقليه الضحيه، ما كيحاولش انه يخرج من ديك لا زون دو كونفور ديالو، بالعكس دائما كيتجنب اللي كيتحمل المسؤوليه. كيبغي يحس بانه مصدر ديال الاهتمام ديال الاخرين، يعني دائما كيبغي هو اللي يستحوذ على ذاك الاهتمام وعلى ذاك الدعم. غنقولوا حنا انه ممكن كيشعروا انهم الوقيته اللي كيديروا ذاك الدور ديال الضحيه كيحس اكثر بواحد الرعايه من الاخرين، واحد التعاطف من الاخرين. هو كيعتبر راسو ضحيه فبجا كواس ديال الاخر كيعطف عليه اولا كيدعمه. كذلك كاين الاشخاص اللي يعني الوقيته اللي كيواجهوا الفشل ديالهم او الصعوبه في تحقيق الاهداف ديالهم كيلجؤوا لهاد الدور الضحيه بحال وسيله لتفسير ان هذا الفشل يعني هو سبب كما قلت في الاول ديال انه الظروف ما مساعدانيش. يعني دائما الفشل ديالو او الاتخاذ القرارات ديالو دائما كتكون يعني في ذاك الجانب ديال انه دور الضحيه، وكيفسر هذا الدور الضحيه بهاد الفشل ديالو. العوامل النفسيه والعاطفيه، كاينين بعض الاشخاص اللي ممكن يعانيوا من مشاكل نفسيه او عاطفيه كتخليهم كيلجؤوا لهذا الدور ديال الضحيه بحال وسيله للتعبير على المشاعر ديالهم او انهم يهربوا من الواقع. ممكن اننا نلاحظوا ان هذه الاسباب بعض المرات راه كتدخل بيناتها، ممكن تجمع كان ماشي بالضروره ما عندوش هي الثقه النفس، يعني سافيغ هو راه كيلعب دور صحي، ممكن يتداخلوا هاد الاسباب كما قلت في الاول. واحيانا ممكن تكون اسباب متعدده اللي كتدفع الفرد انه يلعب دور الضحيه. لهذا خاص الانسان يعرف الاسباب ويعالجها. مثلا تماما راسي اليوم ما يمكنش لي انني نطور في خدمتي مثلا او ما بين العلاقه ديالي ما بين زوج ديالي او الوليدات ديالي الاسره لونطوراج، كنحس براسي هذه الاسباب مثلا واش انا كنعيش هذا الشيء. خصني نحاول ما نقد راسي ونتجنب الوقوع في دور الضحيه. ولا بغيت نهضر اكثر على هذه الاسباب، كيكون كما قلت صدمه سابقه ممكن يعني احيانا كتطور العقليه ديال الضحيه. الوقت اللي الانسان تعرض لواحد الصدمه ولواحد النوع من الاساءه وكتكرر كل مره كتكرر، ان فوا كترسخ ليه ديك الفكره او ديك العقليه ديال الضحيه. هنا كما قلت في الاول يعني ماشي اي واحد تعرض لهاد الصدمات يعني غيتبنى هاد العقليه، ولكن كل واحد كيفاش يعني كوموندي يعني كل واحد كيفاش تصرف مع هذا الموقف اللي فيه. كاين كذلك الغدر او الخيانه. صحيح
يعني الحدود هذه العقلية، يعني إنسان اللي تعرض للغدر أو خيانة الثقة بشكل متكرر من شأنه أنه يساهم في تبني عقلية الضحية، بحيث كيصعب عليه أنه يثق في الآخرين. كاين كذلك واحد النوع ديال الناس غنمثل بزاف الزوجات كتبغي أنها ترون دي سيرفيس الزوج ديالها، تخدم وليداتها، تخدم ومن فوق كتسنى منهم أنهم حتى هما يلبيو ليها هذه الرغبات، ولكن كتصدم بالواقع لأنه أولا ما كتخليهمش حتى هما كيكونوا اتكاليين، يعني كل مرة يعني هي اللي ما كتخليهمش يديروا واحد مثلا يجمعوا معها البيت او الادوات ديالهم او كذا. فمن بعد كتبغي هي الاحتياجات ديالها ما كتلقاش، كيف انه كتبنى يعني من بعد كتبنى هاد العقليه ديال الضحيه، وانا ولادي ما داوهاش فيا وانا راجلي وانا كيفاش. اعطيهم الوقت، اعطيهم بعدا واحد الاسباس باش يخدموك حتى انت، ماشي انت اي حاجه كيبغيو يديروها كتسبقي انت باش ديريها. لا ما نخليهمش يعاونوني مثلا حيتاش ما غايديروش داك الشيء اللي بغيت ندير انا. لا ميم شوز راه شويه بشويه وهما كيتعاملوا، يعني كنلقاو بعض الزوجات للاسف كيتبنوا هاد العقليه ديال الضحيه. تمام. طيب استاذه وفاء، يعني بطبيعة الحال كاين تمظهرات أو مؤشرات أو علامات ممكن أن تكشف لنا هذا الشخص اللي كيلعب دور الضحية. بطبيعة الحال هو صعب، يعني ممكنش أننا أي شخص كان كيتعامل مثلا بواحد بهذا الشكل اللي ذكرتي منذ البداية ونقدروا نلصقوا فيه تهمة ديال أنه كيلعب دور الضحية، ولكن كاين هناك حسب أهل الاختصاص علامات دقيقة جدا يعني تكشف لنا من الشخص الذي يلعب علينا دور الضحية. فعلا استاذة خديجة كما قلتي، يعني ماشي احنا من الاول احنا كنهضروا سبب هذا الشيء اللي قلنا، كل شيء قدر ممكن انه يكون انسان اللي فيه هذه الصفات ممكن يكون يعني كيلعب دور الضحية. فلا حنا كيبان هذا الانسان اللي كيلعب دور الضحية، ممكن نلقاوه في العمل، ممكن نلقاوه معنا في الاسرة، ممكن انا واحد الحاجة غنقولها هي بسيطة، بعض المرات كتمشي كتشكي لشي واحد على عندك واحد المشكل، وكتمشي كتشكي لشي واحد على هذاك المشكل ولا واحد الحاجة في الصحة ديالك دارت راسك وكذا، فكتلقى الاخر كيقول لك تشوفني انا اكثر منك، انا كان عيني اكثر انا، وكل مره انت كتجي عند داك الشخص بالضبط كتعوض ما يعاونك ويدعمك وكذا، فكتلقاه كيقول لك وانا داك الشيء اللي كنعيش انا اكثر منك. انا مثلا كتقولي انت كيدارني راسي وكيقول لك كيدارني راسي وكضرني المعده وما عادش في الليل وهذا فوالا هذا بين قوسين هذا عايش دور الضحيه هذا بلا ما نكشفوا فيه، لان الاصل في الشيء شنو هو. مثلا جيتي عندي اليوم شكيتي لي ان واحد حاجه كتضرك ولقيتيني نفس الشيء عندي واحد المشكل كتشكي ليا كنشكي، وكاين مره اخرى مايمكنش اوتوماتيكمون فين ما نجي نشكي لك واحد الحاجه كتجي كنلقاك انت عايش اكثر، يعني انك عشتي حيدتي راسك درتي راسك واحد العلامه ديال دور الضحيه. يعني ما كنبغيش نسمع ما كيخليش كنسمعوا حنا في هذا، يعني كيمتنع على التعاطف ديال يعني مع الاخر، يعني لقيت اللي كنشكي ليه مشكله ما كيقول لي انا راه اكثر منك. الحاجه الثانيه هو انه كيتخلى على التغيير بسبب تصور ديالو بانه مسير من قبل العوامل الخارجيه اللي كاينين، كيتخلى على التغيير، بالتالي ما كيقدرش انه يتحمل المشاق او الصعوبات ديال التغيير. كما قلت ما كيتحملش المسؤوليه ديال السعاده ديالو ولا التحسين ديال الحياه ديالو. يوفا كتقول له انت ديما علاش ديما كتشكي ديما كيقول هذا الشيء اللي عطى الله، وانا يدلي والديا ما داوهاش فيا، وانا لونتوراج فاش عايش، وانا وليداتي، وانا دائما اخر، دائما يلقي اللوم على الاخر هو اللي وصلوا لهذا الشيء فاش كاين، ولكن هو عايش فواحد لازون كونفور اللي هي ديال الشكاوي، كل مره كيتشكى وما كيحاولش انه يتخلص من هذا منطقه الراحه. نعم، او يتحرر منها. فعلا ما عنديش مشكل يتخذ قرار، اي قرار تاخذه كيقول لك يا رب حياه بحال، المهم انا وفاند كونت هذا الشيء اللي قررته ولا هذا القرار اللي اتخذته ماشي مسؤوليه ديالي. دائما كيلوح على الاخرين وانت السبب. مثلا كاين بعض الزوجات كتقول زوجها انت السبب ديال التعاسه ديالي، والعكس علاش يكون سبب ديال التعاسه؟ لانه ما قالش لي واحد الكلمه جميله الصباح، ما نوض نقولها لراسي ونفوج مع راسي ونشط مع راسي، ولا غنمشط نمشط راسي غنقد راسي، ما نتسناش الاخر نقاد لي باش هو يقول لي واحد الكلمه جميله باش هذيك الكلمه هي اللي غتخليني انني نعيش واحد لا ونعيش دائما في ديك دور الضحيه، وانا ما نهمش فيها. لما تهمش فيك الاخر تهمها في راسك، الا ما داهش فيك الاخر ديها في راسك. راه سبحان الله، كل ما كان الاهتمام على النفس اكثر كل ما كان الاخرين يهتموا بك، وكل ما كان الانسان داك النوع ديال الضحيه راه حتى الاخر ما كيعطف عليك كنقولوا حنا كيشفق عليك
بعد المرة لا زاد الشيء عن حده. ولكن إلى متى وأنا غنعيش هذا الدور الضحية؟ وكان كبرت وليداتي بهذا النوع هذه الدور الضحية. كان شوفوا معنا حتى الناس في الطغاج ديال العمل وكذا دائما كتلقى عايش ذاك الدور الضحية. بإمكانه أنه ما شاء الله يطور من راسه وهذا، ولكن كيعيش واحد لازم تكون فوق. تمام. ولكن هذا المشكلة باش نعرف واحد الحاجة، أنه ممكن هادشي كلشي راه كيدفع، يعني الإنسان اللي كيعيش هذا الدور الضحية كيدفع الثمن. يعني علاش؟ أنا دائما عايش في تعاسة، دائما مكتئب، كتلقى عنده اضطرابات نفسية، كتلقى عنده مشاكل مع يعني في مشاكل زوجية، مشاكل في العمل، مشاكل مع وليداته. لأنه فعلا هذا مشكل، ولا اكتشفنا في راسنا هذه العلامات حول ما أمكن نقد وما يمكن إنقاذه. صحيح. واستشارة، ما خاب من استشار. نعم. يعني نستشير أهل الاختصاص. طيب أستاذة وفاء، يعني هنا ربما وصلنا لبيت القصيد في هذه الحلقة، وهو كيفاش أننا نتعامل مع من يلعب علينا دور الضحية. يعني قبل قليل لو حسينا احنا عندنا هذه المؤشرات نسرع لاستشارة من مخول لهم أن يساعدونا، لكن أمامنا شخص يلعب دور الضحية، كيف يمكن أن نتعامل معه؟ هل من آليات، هل من طرق ربما قد يعني تحمينا من تداعيات هذه الشخصية؟ نعم، أول حاجة نتجنبه، نوصف هذا الإنسان بأنه كيلعب دور الضحية، وأنت ديما هكا، وأنت ما بغيتيش تبدل وما بغيتيش كذا، لا، لأن هذا الشيء بالعكس غيزيد المشكل. بالعكس نفتو النظر ديالهم بواحد الشكل هو متعاطف معهم، نتعاطفوا معهم، نحاولوا كذلك الوقيته اللي غنعرضوا عليهم المساعدة، وهذه والله العظيم يعني أنا كنهضر كمختصة، الوقيته اللي أنا مثلا إنسان عادي عندي واحد الإنسان قدامي عنده هذه عقلية الضحية ولا كيلعب هذا الدور الضحية، ما يمكنش نجي ونقول ليه مثلا هو كيتشكى ليا من واحد الحاجه كيعيشها في حياته وديما كيتشكى على داك الحاجه وانا عندي ليه الحل. مثلا انا كيهتش انا خارج من ديك المحيط ديالو كذا، فكنقول ليه مثلا دير غير هادي وهادي وهادي، راه دغيا هو، لا هو راه عنده دور الضحيه. يعني الطريقه الامثل بكيفاش نتعامل مع هذا الانسان هو انني نعرض طرق المساعده، من غير انني مباشر نقول ديريكتومون راه هو المشكل هو الحل ديالو، لا، نحاول ما امكن انني يعني نسول شنو كنتي غدير لو كان الامر في بين يديك، مثلا شنو كنتي غدير مثلا لو كان ما كانش عندك هذه العقليه، مثلا نساعده على انه يفكر هو في الحلول باش يحقق المبتغى ديالو، ماشي انا اللي غنجي ونعطيه الحل. هذه طريقه يعني جميله، ويعني وخدموا بها ناس لناس عاديين كذا، وصحناهم كيفاش يتعاملوا مع، خصوصا كنهضر انا على الاسره مثلا او كذا، الا كان الزوج كيتبنى هذه العقليه او الزوجه، فهذه الطريقه مهمه جدا. يعني ما نعطيوهمش كما قلت نصيحه مباشره، ممكن اننا نساعدهم على انهم يفكروا يلقاو حلول لراسهم اللي كتشعرهم بالقدره على انهم هما اللي غيلقاو يعني الحل لراسهم والمشاكل ديالهم، نتعاطفوا معاهم ونشجعوهم. يعني الوقت اللي كان بين واحد التعاطف وواحد التشجيع ممكن انه يساعد هاد الاشخاص اللي كيتبنوا هاد العقليه ديال الضحيه من خلال الاشاره للاشياء اللي ممكن يقوموا بها، ونركزوا مثلا على النجاحات ديالهم، على الانجازات ديالهم، نفكرهم بالرغبه الصادقه في التضامن معاهم، الامر اللي هاد الشيء كما قلت كتستطيع الاسره ولا الاصدقاء يقوموا به الا معاهم واحد الإنسان اللي كيتبنى هذه العقلية ديال الضحية، ناخذوا بعين الاعتبار الأشياء اللي كيمروا بها ولا المشاعر اللي كيمروا بها. واليوم إلا بغيت نهضر أنه ما كتصنفش العقلية ديال الضحية على أنها واحد اضطراب عقلي. صح. يعني نعم. هي واحد الصفة اللي هي مكتسبة، يعني الإنسان كيكتسبها، ومع ذلك ممكن أنه هي يمكن تكون عندها علاقة بالتنشئة، تكون عندها علاقة بالوسط، بالمحيط، بالصدمات كما قلنا في البداية. يعني ربما حتى التأثير ديال الصدمات والتعثرات تقدر تعطي هذا النوع من الشخصية. نعم، وهنا يعني الإنسان خصو يحصل على واحد الدعم. نعم. من الاشخاص من المنطقه ديالو، وخصنا نتعاطفوا معاهم، ما نشعروهمش يعني بواحد الاحباط الوقيته اللي هو كيرفض المساعده اللي كنعطيه، ما نشعرش انا مثلا نبقى نلومو اولا كما قلت نوصفو بواحد الانسان اللي ما بغاش يخرج من ديك لا زون كونفور وانت ما بغيتيش تبدل كذا، لا، نحاول نشجعو الوقيته اللي كيطلب مني المساعده كما قلت استاذه خديجه في الاول، يطلب داك الدعم من مختص
نفسي نذكره مثلا بالمدى القوة ديالو وما نعاملوش بحال واحد النوع ديال الضحية، مابقاش نشفقوا عليه وكذا، بالعكس نساعده أنه يفكر في أهداف جديدة وسائل جديدة باش يغير حياته للأفضل، ومع أهمية الحفاظ على حدود واضحة الوقت اللي كان تعاملوا معه، فهما يعني هذا الإنسان أو هذا الناس اللي كي يتخذوا ولا كي يتبنوا هذا الدور الضحية دائما كيلوموا الناس الآخرين، يعني أنت السبب اللي وصلتيني لهذا أنت، فوالا. طيب إذن في الأخير أود منك توصية، توصية لكل من يستمع لنا ولكل من يعاني من هذه الصفة. كلمة أخيرة في الموضوع، نبغي نقول أنه ما كاينش منا اللي ما كيعيش مشاكل، ما كاينش اللي كيعيش واحد الحياة كما قلت في الأول واحد الحياة لافيونغوز وكذا وكذا، لا، كاين معقبات كاين صعوبات، من الطبيعي يعني نشوفوا هاد قسوة الحياة والصعوبة ديال أننا نحققوا المتطلبات ديالنا، ولكن مرة كان فشلو كان تعبو كذا، ولكن ما نخليوش دوك المشاعر السلبية اللي كتأثر فينا، غدوز هاد المشاعر السلبية غتدمر هادشي كتكون واحد التمرد لا وعلاش وكيفاش، ولكن هادشي طبيعي عادي جدا وكيما نعيش فيه، لأنه ما بغيتش أنا ندخل لديك دور الضحية، لأنه يعني من المهم أنه نعرفوا أنه الحاجة اللي ماشي هي طبيعية هي أنني كنستمر بالتذمر بالشكوى من الآخر من المحيط من الشبا، يعني من كل شيء كنبقى نشكي ويبكي على علاش أنا مثلا عايش هذه الحياة، لا هادشي ماشي طبيعي، عرف راسك انك راه داخل هاد العقليه ديال الضحيه، نحاول ناخذ بعين الاعتبار يعني المصاعب اللي كيواجهها هاد الانسان اللي كيلعب هذا دور الضحيه، نحاول ما امكن اننا نعاونه الا كان نسمعوا ليه، يعني هاد النوع من الاستماع، وكما قلت في الاول ما نعطيش نصيحه مباشره، ونحاول ما امكنه هو اللي يخرج داك الحل لراسه، وما ننساش أنه التغيير ماشي شي حاجة اللي هي سهلة، كيحتاج للتوقيت، يعني ماشي واحد الوقت، كل واحد والاختلاف دياله، كل واحد والوقت اللي كيحتاج، خص يكون ملتزم، نكون ملتزمين أننا نعاونوا هاد الناس خصوصا إذا كانوا في الانتوراج ديالنا، يعني كنشوفوهم ديما، لأنه ممكن أنه يأثروا فينا ونصدقوا حتى حنايا عايشين هذا دور الضحية، نحاولوا ما أمكن نعاونوا الآخرين، لأنه كل ما كان النفسية ديال الانتوراج فاش عايشين مزيانة حتى حنا كنكونوا مزيانين. شكرا جزيلا لك الأستاذة وفاء مسلك، يعني أضاءن ربما بعض المناطق اللي كانت مظلمة نوعا ما أو زوايا اللي كانت يعني مخفية عنا من خلال هذا الحوار معك أستاذة وفاء مسلك، شكرا جزيلا لك، أذكر أنك استشارية نفسية وأسرية، شكرا جزيلا لك.